شو رأيك بالزواج للمرة الثانية أو الثالثة؟ جريمة. أول بقى خلص تحكي. ما عيبني لا. من ناحية المرة ومرتي جنبي مني جريمة. أخي احكي بحيادية اعتبر مرتك ما جنبك. شو رأيك؟ شو رأيك يا أختي؟ بالزوج المرة الثانية والزوج الثاني والثالثة. حاليا بهالظروف بسبب كثرة الأرامل. بهالظروف ما كويس طاوي. طيب والأرامل وأبناء الشهداء شو رح يعملون؟ بس زوجة واحدة. نروح رجال مشان ياخذوا.